بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا اليوم عن مقاصد الشريعة الإسلامية. لما أقول كلمة مقاصد الشريعة الإسلامية، يعني شو الهدف من مجيء التوجيهات والأحكام الموجودة في الشريعة الإسلامية؟ يعني شو الهدف من مثلا الأوامر؟ شو الهدف من النواهي؟ إلى ماذا تهدف هذه الشريعة الإسلامية؟ كل الآيات القرآنية وكل الأحاديث النبوية شو هدفها بالضبط؟ شو مقصدها؟ هذا اللي بدنا نعرفه بالضبط. لما نقول مقاصد الشريعة الإسلامية بكل بساطة، لما بدي أعرفها بعرفها بهذه الطريقة الفكرية. أول شيء لما نقول كلمة مقصد يعني غاية، إذن بحط كلمة غاية، بقول إذن هي الغايات، مقاصد الشريعة. ما دام الشريعة بقول هي الغايات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتحقيقها، هي الغايات التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها. هذه الغايات بتنقسم لقسمين. القسم الأول جلب المنافع تمام للناس، والقسم الثاني درء المفاسد عنهم في الدنيا وفي الآخرة. شفتوا كيف نعرف التعريف بالطريقة هذه السهلة؟ إذا مقاصد الشريعة هي الغايات التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها من جلب المنافع للناس ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة، درء أو دفع كله مثل بعض. ليش طيب؟ لماذا هذا هو المقصد من الشريعة الإسلامية وهذا اللي بتحقق الشريعة الإسلامية؟ وهل هي بتحقق بالفعل؟ نعم تحقق بالفعل، لأن مصدرها هو الله سبحانه وتعالى. لما أقول الله سبحانه وتعالى مصدر الشريعة، والشريعة جاءت بجلب المنافع ودرء المفاسد ودفع المفاسد عن الناس أو المضار عن الناس في الدنيا وفي الآخرة، بقول لأنه مصدرها الله، يعني لأنه الله عز وجل خلقنا يعلم الله سبحانه وتعالى إيش اللي بنفعنا وإيش بضرنا. بقول هذا بنفعكم اعملوا وهذا بضركم ابتعدوا عنه. يقول الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه جل في علاه. طيب لما بدنا نيجي نشوف ايش مصالح الناس، ما هي مصالح الناس؟ الشريعة الإسلامية اجت لتحقيق مصالح الناس ودفع المضار عنهم. ايش هي هذه المصالح بالضبط؟ وايش هي اللي الشريعة بتدفع عنا؟ الشريعة اجت تحفظ لنا خمس مصالح بالترتيب حسب الأولوية. المصلحة رقم واحد بأعلى المراتب حفظ الدين. المقصد الثاني حفظ النفس. المقصد الثالث حفظ العقل. المقصد الرابع حفظ العرض والنسل والنسل. المقصد الخامس حفظ المال. لو بحثت بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية لن تجد ما يخرج عن هذه الخمسة. أي آية قرآنية بتقدر تسقطها على هذا الخمس، على واحدة من هذول أو على أكثر من واحدة من هذه المصالح الخمس. طيب خلينا نجي على المصالح واحدة واحدة. أعلى مصلحة من المصالح مصلحة حفظ الدين. حفظ الدين أهم المصالح ويجب المحافظة عليها. ليش يجب المحافظة عليها؟ لأنه أول شيء تمثل النظام العام الذي تستقيم به حياة الناس. حلال حرام، هذا احذروا هذا اعملوا، نظام بيحفظ حياة الناس، يعطيني حقوقي ويفرض علي واجبات. هذا أمر واحد، أنها تمثل النظام العام. اثنين، إنه قضية الدين حاجة فطرية، يعني كل إنسان بشعر إنه أنا لازم أدين بدين معين، فهي حاجة فطرية. لذلك الإسلام لما جاي يحفظ علينا مصلحتنا جاي يلبينا الحاجة الفطرية اللي بيحتاجها الإنسان من العبادة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني هذه الآية بتدل على أنه في حاجة فطرية، وبتدل كمان على أي مصلحة من مصالح الناس. لو جاك سؤال يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، استنبط من هذه الآية مصلحة من المصالح الخمسة التي جاء الإسلام للمحافظة عليها، العبادة، حفظ الدين، يعبدون فيها قضية إيش؟ العبادة. طيب أيضا الأمر الثالث من هذه الأمور، إنه ليش الإسلام هو أهم مصلحة من المصالح اللي يجب المحافظة عليها،
انه ينمي في النفس معاني الخير والفضيله. دائما بحس الانسان انه انا ماشي بالخير، بنمي في معاني الفضيله، الاخلاق الحسنه الخيره، فيشعر الانسان دائما بالسعاده والطمانينه. ليه؟ لانه حقق امور استطاع انه يقدمها في دين الله سبحانه وتعالى، استطاع انه يقدمها للمجتمع عن طريق دين الله سبحانه وتعالى، فتحقق له السعاده والطمانينه. طيب الان بدنا نعرف ايش الوسائل او بعض الوسائل وبعض الاحكام اللي شرعها الدين الاسلامي مشان نضلنا محافظين على الدين. في وسائل معينه، الوسيله معناها الطريقه اللي انا بعملها، شيء عملي. الامر الاول اداء العبادات بكل انواعها، سواء كانت الفرائض الخمس، اركان الاسلام الخمس، او كان غيرها من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاخلاق وبر الوالدين، وكذلك التبسم في الوجه ودرس افعال الخير، صدقه بتذكره وكذا، وغيرها من الامور الحسنه، كلها امور الحسنه. اداء العبادات يعني كل ما يحبه الله ويرضى من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه. طيب الامر الثاني، وسيله ثانيه، انه التزم تعاليم الاسلام بكل نواحي الحياه. مش انه الانسان بكون والله بالمسجد ملك من الملائكة وبالشارع بكون شيطان من الشياطين. لا، انما دائما يكون الانسان ايه؟ حسب طبيعته. انه انسان يحب الخير، يحب الفضيلة، بيحب يبتعد عن الشر وهكذا. لذلك بنلتزم تعاليم الاسلام في كل نواحي الحياة، سواء كانت ناحية في المسجد عبادة وتنسك، او كانت ناحية سياسية، او في العمل، او في وظيفتك، بتلتزم دائما تعاليم الاسلام. لما تكون ملتزم تعاليم الاسلام هنا بنحافظ الان على ايش؟ على الدين. الامر الثالث او وسيله ثالثه او حكم ثالث بنقول الجهاد دفاعا عن الاسلام ورد العدوان عنه. الجهاد بقدم نفسي، بقدم مالي، بقدم نفسي وبقدم مالي، بقدم بالكلمه، بجاهد في سبيل الله، برد العدوان عنه، بدافع عن الاسلام، هذا كله من اجل ايه؟ حفظ الدين. ايضا الاسلام اجي حرم البدع والخرافات. البدع، الله عز وجل لما انزل لنا يعني انزل لنا القران والسنه النبويه كمان انزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنا الله عز وجل يوم يعني عرفه بحجه الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ما في داعي للبدع، ما في داعي للزيادات. الخرافات كمان ايش؟ ما بتماشي مع العقل، انه الانسان يصير يضرب بنفسه ويجرح حاله ويضع يعني شيش في خده الايمن يخرج من خده اليسار، او يجلس في النار بناء على انه هي كرامه من الكرامات. هذا احنا مش محتاجينه، احنا ديننا دين حضاري، ما احنا محتاجينه. ما بده ديننا لا خرافه ولا بده هبل ولا بده بدع ولا ولا ولا. ديننا دين حضاري يخاطب خطابا حضاريا عظيما، يخاطب العقول. دين هذا الدين الاسلامي، راح نيجي على قضيه حفظ العقل. طيب اذا هذه بعض الامور. طيب الان الدوله يجب عليها انها تحفظ الدين، من واجبات الدوله حفظ الدين من خلال القيام بعده امور، منها انه يمنح الناس حريه الاختيار ويمشوا كذلك ويمشوا كذلك بتحريم اكراه واجبار غير المسلمين على اعتناق الاسلام. يعني الدين الله عز وجل مش بحاجه للناس، ليش اجبر الناس اجبار؟ لا، بقنعهم اقناع، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. اذا حريه الاختيار، كمان حريه ممارسه العباده، كمان تحريم اجبار الناس او اكراه غير المسلمين على الدخول في الاسلام، هذا واحد من الامور او الوسائل اللي بتقوم فيها الدوله من اجل المحافظه على الدين. طبعا المحافظه على الدين مش مقصود الدين النصراني عفوا يعني، ولا اي دين من الديانات، المقصود انه بدي احفظ دين الله سبحانه وتعالى، الدين الغير محرف، الدين غير المحرف. بدي احفظه. لذلك هنا لما نقول طيب ما بدنا نجبر الاخر على اعتناق الاسلام، لانه اذا اجبرناه ممكن يدخل في الاسلام ظاهرا ويظل باطنه على الكفر، ونصير نقع بمشاكل، نصير نقع بمشاكل، بالاضافه الى انه قبل هيك انه الله عز وجل غني عن العالمين. بدي الفت النظر من حيث العناصر الثلاثة اللي حكيناها هون الآن. احنا حكينا ثلاث شغلات. أول شيء توضيح من خلال أفكار، مثل ايش قلنا؟
توضيح من خلال افكار مثل ايش؟ لما قلنا مثلا انه يجب المحافظه عليه، ليش؟ لانه بيمثل النظام العام، ولانه بيلبي الحاجه الفطريه للناس من حاجتهم لعباده، وهي عباده الله سبحانه وتعالى، وكمان بتستقيم حياه الناس فيه، وبشكل الطمانينه وكذا والى اخره. هذا حكيناه، اذا توضيح. الامر الثاني اللي حكيناه انه احكام وسائل شرعها الاسلام من اجل المحافظه على الدين، من اجل المحافظه على الدين. الامر الثالث اللي حكيناه استدلال على هذه المصلحه. هذول الثلاث امور بدهم يمشوا معانا في كل عناصر الدرس الخمس، في كل المصالح الخمس. بنوضح احكام وسائل، احكام وسائل قلنا مثل العبادات، الجهاد في سبيل الله، تحريم الخرافات والبدع، استدلال على هذه الايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليش بدل على ايه؟ على حفظ الدين. طيب خلينا نمشي في المصلحه الثانيه. المصلحه الثانيه حفظ النفس. التوضيح، اول شيء بنقول انه حفظ النفس، انه الله كرم النفس الانسانيه وامر بحفظها، النفس الانسانيه كنفس الله كرمها وامر بحفظها، هذه واحده. الامر الثاني انه جعل الاسلام قتل نفس بغير حق كقتل الناس جميعا، وكانه اعتدى وجعل الاعتداء على نفس واحده كانه اعتداء على البشريه جميعا. قال الله: من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. من قتل نفس بغير نفس يعني بغير حق او فساد في الارض يرجع باله يقتل، بس قاطع طريق بس مشان ارعاب الناس ومشان ارهاب الناس. هون الله سبحانه وتعالى يقول: فكانما قتل الناس جميعا. في القتل النفس بغير حق وجعله والاعتداء على النفس والاعتداء على نفس واحده كانه اعتدى على الانسانيه وعلى البشريه كلها. قال: من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. بدي استدل فيها على المصلحه، بقول حفظ النفس. الايه هاي بتدل على ايه؟ على حفظ النفس. ممكن يكون عندنا اكثر من ايه خلال الشرح هسه بنشوف. طيب اذا الان وضحنا، بدنا نستدل الان. الاستدلال بدنا ناخذ الوسائل والاحكام. ايش الوسائل والاحكام اللي شرحها الاسلام، او بعض الوسائل والاحكام اللي شرحها الاسلام من اجل المحافظه على النفس؟ اول وسيله ايش هي؟ القتل. تحريم ايه؟ تحريم القتل او الاعتداء على النفس الانسانيه باي نوع من انواع الاعتداء. تحريم القتل او الاعتداء على النفس الانسانيه باي صوره من صور الاعتداء، هذه واحده. الامر الثاني، لما حرم القتل الاسلام ما قال والله القتل حرام ومشي يلا خلص روحوا، لا، انما شرع على القتل، لو وقع القتل عمدا شرع عليه عقوبه رادعه وهي عقوبه القصاص. عقوبه القصاص، يقول الله: ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياه. حياه انه لما اني اقتل القاتل، لما انه يقتل القاتل يقوم الحاكم باقامه القصاص على القاتل فيقتله، بصير في حياه، بصير الانسان اللي بده يقتل يرتدع، بقول لك اذا بدي اقتل بدي اموت انا كمان. كمان حياه لاولياء المقتول، بيشعروا انه والله احنا يعني غليلنا، شفي الغليل. فلذلك فيه حياه كما قال الله سبحانه وتعالى. طيب هاي الايه نفسها بدي استدل فيها على مصلحه، ولكم في القصاص حياه، هاي ايه ثانيه، بدي استدل فيها على مصلحه من مصالح الاسلام اللي جاء الاسلام بحفظها اللي هي حفظ النفس. طيب لو بدي استدل بالايه على وسيله من الوسائل التي شرعها الاسلام لحفظ النفس، بقول اوجب الاسلام القصاص او تشريع عقوبه القصاص لمن يعتدي على النفس او للقاتل. تمام؟ طيب بدنا ناخذ امر ثاني، امر ثالث او حكم ثالث او وسيله ثالثه من هذه الوسائل التي شرعها الاسلام من اجل الحفاظ على النفس، اللي هو وجوب التداوي. في حال الانسان اصيب بمرض لازم اتداوى، لازم اسعى. النبي صلى الله عليه وسلم نادى وقال: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فانه ما انزل داء الا وانزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الله سبحانه وتعالى قال: يلا ابحثوا في الارض. انظروا الان كيف يعني هذا المرض اللي الله سبحانه وتعالى نزله وعطلنا بسببه وانشلت حركه الحياه، الله نزله، له علاج؟ له علاج. نعم له علاج. لكن الله عز وجل يقول: علمه من علمه وجهله من جهله. الله سبحانه وتعالى بجرثومه صغيره
شل حركة هذه الحياة وأعجز العلم الذي وصل إليه إلى أعلى درجاته في هذا الزمن. إذن في وجوب التداول، لازم أبحث عن العلاج حتى أنه الدواء. طيب هل هذا ينافي التوكل؟ بالعكس، هو عين التوكل، التوكل على الله سبحانه وتعالى، أنه أخذ بالأسباب، أسعى بالعلاج، وأتيقن أنه ما بنفعني هذا العلاج إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب هل ينافي الرضا؟ أنه الله عز وجل مرضني راضي ولا زعلان؟ لا ينافي الرضا، بالعكس، أنا راضي وصابر ومحتسب وببحث عن العلاج، لا مشكلة في هذا. طيب هذا بالنسبة لحفظ النفس. شفتوا كم مشينا بحفظ النفس؟ توضيح أحكام ووسائل، تمام؟ وكمان حفظ النفس، التوضيح قلنا مثل إيش؟ إنه الله سبحانه وتعالى كرم نفس الإنسان، أمر بحفظها، جعل الاعتداء على نفسه أو قتل النفس كأنه قتل البشرية جميعا. الوسائل الأحكام إيش قلنا؟ مثلا قلنا تحريم القتل، تشريع عقوبة القصاص، وجوب التداوي، جبنا الاستدلال عليها مثل قول الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وكمان من قتل نفسه بغير نفسه فكأنما قتل الناس جميعا. طيب هذا عشان بس نتدرب كيف نتعامل مع أسئلة التوجيه. طيب الأمر الثالث اللي هو حفظ العقل، خلينا الآن نوضح. أول شيء إنه الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن غيره بالعقل، إذن العقل خاصية الإنسان، ميز الإنسان عن غيره بالعقل. ليش؟ طيب مشان يرشده لطريق الخير وطريق الصواب، لذلك الإنسان طريق الخير وطريق الشر، الله بيقول وهديناه النجدين، يعني نجدين يعني طريق خير وطريق إيه؟ شر. وبيستطيع الإنسان من خلال عقله إنه يتبين إنه هذا خير وهذا شر، وخاصة إذا جاء القرآن الكريم يساعد عقل الإنسان في التمحص حول الخير وحول الشر. إذا هذا أمر، أول أمر إنه الله عز وجل ميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بالعقل. اثنين، أمر الله عز وجل بالمحافظة على العقل. ها، ميزنا وقلنا بدك تحافظ على عقلك، مش فوضى إني أهدر هذا العقل. طيب خلينا نشوف هذا الشرح، خلينا نشوف الوسائل، الوسائل والأحكام اللي شرحها الإسلام لحفظ العقل. بالمناسبة إحنا منقول مثلاً توضيح وأحكام وسائل واستدلال، هذا نتكلم لما يطلب منا مثلاً وضح مثلاً حفظ الدين، بجيب التوضيح هذا حكينا، وبجيب كمان مع الوسائل، بقول ومن وسائل، من خلال التوضيح ومن وسائل حفظ الدين التي شرعها الإسلام، 1 2 3. طيب الآن خلينا نشوف الوسائل. أعظم وسيلة الله عز وجل أمرنا فيها إنه نحافظ فيها على العقل، الحث على طلب العلم والبحث والتفكير، الحث على طلب العلم والبحث والتفكير. يقول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الآية على إيش بتدل؟ على أي مصلحة من المصالح؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العقل. هل يستوي العاقل على الجاهل؟ أبدا، لا يستويان. طيب بتدل على وسيلة كمان من الوسائل التي شرعها الإسلام لحفظ العقل، اللي هي طلب العلم والتفكر والبحث. هذا أمر. الأمر الثاني أو وسيلة ثانية أو حكم ثاني شرعها الإسلام عشان نحفظ العقل، حرم الإسلام التقليد، إنها عن التقليد الأعمى. أنا مش إنسان، الله عز وجل لما أعطاني عقل أعطاني عقل مشان يرشدني لطريق الخير وطريق الصواب، مش مشان أن أتبع إنسان معين من البشر البصيب وبخطئ. ممكن أن بتبع محمد صلى الله عليه وسلم، أما أي واحد من دون النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون فيه إيه؟ يكون في تحريك لهذا العقل، وما اتبعه اتباع وتقليد اعمى، لان الانسان عرضه للصواب والخطأ. طيب اتبعت التقليد اعمى، معناته اذا انه وقع بالخطا بدي اتبعه بالخطا. طيب الامر الثالث او حكم اخر، تحريم كل ما يفسد العقل ويضعف قوته. حرم الاسلام، ليش حرم الخمر؟ لانه بيجعل العقل. ليش حرم تناول المخدرات؟ لانها بتجعل العقل بتخربه، وهكذا كل شيء بيخرب العقل الاسلامي حرمه. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، هذا حديث نبوي، تمام. ما المصلحة التي يدل عليها من مصالح التي جاءت للشرع الإسلام بحفظها؟ إلا هي مصلحة إيه؟ حفظ العقل. طيب إيش الوسيلة اللي شرحها الإسلام من خلال هذا الحديث من أجل حفظ العقل؟ بقول تحريم كل ما يفسد العقل ويضعف قوته، مثل شرب الخمر، مثل المخدرات وغيرها. شفتوا كيف إحنا نمشي بنفس النسق، إلا هو توضيح أحكام استدلال على هذه المصلحة. طيب المصلحة الرابعة حفظ العرض والنسل، يعني لو كتبنا حفظ العرض ترى
بيؤدي لحفظ النسل. لو كتبنا حفظ النسل اصلا ما بيجي الا عن طريق حفظ العرض. يعني لو كتبنا ثنتين مع بعض عن حفظ النسل والعرض او واحد منهم ما في اي مشكله بكون عندنا الجواب صح. طيب اول شيء لما اقول حفظ الاسلام حث على التناسل. الاسلام بالشرح حث على التناسل. ليش؟ حتى الارض تعمر تظلها ماشيه. يعني لو ما في تناسل خلاص بتنقرض الناس، لكن تناسل يعني بطون ارض تبلع وارحام تدفع. الناس بتنزل في القبور وناس تطلع من ارحام الامهات الى هذه الارض تنتشر في هذه الارض لتعمرها. هذا هو القضيه. اذا الاسلام حث على التناسل. خلينا نشوف بالاحكام اللي شرحها الاسلام والوسائل اللي شرحها الاسلام من اجل المحافظه على العرض. اول واحد منهم ايش؟ يعني انت لحالك ترى راح تعرف ليش شرع الاسلام الزواج ورغب فيه. شرع الاسلام شرع الزواج وقال تزوجوا يا عباد الله. لماذا؟ لانه الطريق الشرعي للحفاظ على بقاء النسل والانساب والمحافظ على الانساب من الاختلاط. لانه لا قدر الله يعني يكون في زنا الانساب تختلط، يعني مصير المولود يجي مين ابوه مش معروف من أبوه. لكن الان لما انه يكون في زواج وكذا المولود بيجي ابوه فلان ابن فلان ابن فلان منرده الى اصوله الى نسبه. اذا شرع الاسلام ايه؟ الزواج ورغب فيه. الامر الثاني او الوسيله الثانيه امر بغض البصر. ليش غض البصر؟ لانه في احتمال انه الانسان اذا انه اطلق بصره في المحرمات انه يوقع في الحرام يوقع في الزنا. اذا امر الاسلام بغض البصر هذا ثاني. الثالثه حرم الاسلام الزنا وما يؤدي اليه، مثل غض البصر بيؤدي ربما يؤدي للزنا. اذا حرم الاسلام ايه؟ الزنا مشان ايش؟ مشان يحفظ العرض والنسل. تمام؟ طيب بس الاسلام قال حرام الزنا وانتهت القضيه؟ وحدد لمرتكبه عقوبة رادعة. حدد لمرتكبه عقوبة رادعة. يقول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. شوف كيف. لذلك هذا الآية بتدل على مصلحة من مصالح الشرع التي جاءت الشرع الإسلامي تحفظها اللي هي حفظ العرض والنسل. طيب إيش اللي ممكن أستنبط من هذه الآية القرآنية؟ وسيلة من الوسائل أو حكم من الأحكام التي شرعها الإسلام لحفظ العرض وحفظ النسل، بقول له تحريم الزنا وكل ما يؤدي إلى الزنا. طيب عندنا النقطة الثالثة، النقطة الخامسة اللي هي حفظ المال. حفظ المال الإسلام بالبداية اعتنى بالمال وجعله أساس الحياة التي لا تقوم إلا به. اعتنى الإسلام بالمال والحياة بتقومش إلا يعني بثا مال يعني حتى تقوم الحياة. تمام؟ حتى أنه يستطيع الإنسان أن يتبادل البيع والشراء، يأكل ويشرب يدرس ويدرس وكذا وإلى آخره. بث القضية مال، مال يأتي أجير ومستأجر وكذا وإلى آخره. المال بمشي الحياة. لذلك الإسلام اعتنى بالمال وجعله الأساس الذي لا تقوم به إلا الحياة. لذلك الإسلام حافظ على المال أنه يقع في يد السفهاء. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قياما يعني بتقوم بها حياة الناس. طيب لو أعطيناها للسفهاء، السفيه يعني الإنسان بيمسك المال بنثره من دون ما يفكر ولا يدبر ولا يخطط. لو أعطيناها المال هل تقوم به حياة الناس؟ أبدا. بكون المال بروح هدر وبروح كبب وبروح نصب واحتيال وسرقات وكذا وإلى آخره. طيب هذه الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما إلا هي تدل على مصلحة المال، تدل على مصلحة حفظ المال. طيب إذا هذا استدلينا كمان. خلينا نشوف الآن الوسائل والأحكام اللي شرحها الإسلام، الوسائل والأحكام اللي شرحها الإسلام من أجل المحافظة على المال. أول شيء حث على العمل لكسب المال بالطرائق المشروعة. حث على العمل، قال اعمل مشان ايه؟ مشان نجيب مال. طب انا عملت مشان اجيب مال، اذا هذا طريق مشروع بالعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده. تمام؟ اذا هذا الحديث كمان بدل على مصلحه حفظ المال. طيب بدل على وسيله من وسائل حفظ المال اللي شرحها الاسلام اللي هو الحث على العمل لكسب المال بالطرق المشروعه. طيب الامر الثاني كمان بدي حكم ثاني مشان الاسلام امر بحفظ المال او جاء بحفظ المال اللي هو حرم السرقه واكل اموال الناس بالباطل. حرم، ممنوع تاكل، ممنوع تسرق.
وممنوع تأكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، إلى آخره. آيات كثيرة جدا تحث على العفة في أكل المال. إذا حرم السرقة وكل أموال، بس حرم السرقة فقط لا، بل شرع كمان من الأحكام أنه شرع الإسلام عقوبة رادعة لمن يمد يده إلى أموال الناس بالباطل، لمن يسرق هذه الأموال. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فاقطعوا أيديهما، هذه الآية بتدل على مصلحة إيه؟ حفظ المال. كمان بتدل على وسيلة من وسائل من الوسائل أو الأحكام التي شرعها الإسلام لحفظ المال، اللي هي قضية إنه العقوبة الرادعة لكل من سرق وأكل أموال الناس بالباطل. طيب، من هذا كله لو بدي أسأل سؤال، ما الغاية من مقاصد الشريعة الإسلامية؟ الغاية من مقاصد الشريعة الإسلامية بكل بساطة تحقيق مصالح الناس الخمس بالترتيب: الدين، بعد الدين ايش بيجي؟ النفس، بعدين العقل، بعدين العرض والنسل، بعدين بيجي المال. حفظ المصالح، تحقيق المصالح، وايش كمان؟ ودفع او درء المفاسد عنهم في الحياة وفي الدنيا والآخرة. اذا هذا ما يتعلق بهاي الخمس. بس بدي اقول شغله، لو انه مثلا اجانا سؤال على ما تدل او استنبط من هذه الآية القرآنية والآية الكريمة والحديث النبوي الشريف مصلحة من المصالح التي جاء مصلحة من مصالح الناس التي جاء الإسلام لحفظها، وجانا هذا السؤال مثلا في هذه الآية مثلا: ولا تأكلوا، او عفوا مثلا هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هاي آية، إيش بتدخل منها؟ إذا نتاهت فينا الأمور ومش بتذكر، بجيب بكتب على يمين الورقة أو أي مكان في الورقة، بكتب اللي هي للمصالح الخمس، بكتب حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال. طيب، لو بدي أجي مثلا السرقة، بإيش تتعلق؟ هل السرقة وكذا الدين؟ احتمال. طيب، حفظ النفس؟ لا. طيب، حفظ العقل؟ ما لهاش دخل. طيب، حفظ العرض؟ ما لها دخل. طيب، حفظ المال؟ أكثر إيش تنطبق على حفظ المال؟ إذا بحط حفظ المال. بجيب آية ثانية مثلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بجيب إيش؟ الآية بتتكلم عن العبادة، والآية بتتكلم عن السرقة، بتتكلم عن العبادة. طب الله، عن العبادة شو مثلا؟ المال، العرض، العقل، النفس، الدين. الدين العبادة، هيك بحكي بالطريقة هاي. مثلا في قضية: والزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني والزاني حفظ الدين، والله فيها حفظ الدين. طيب النفس؟ لا ما فيهاش. طيب العقل؟ لا ما فيها. طيب المال؟ لا، لأنه فيها زنا هاي القضية. العرض؟ والله الزنا بيجي على العرض مباشرة. إذا بالطريقة هذه بأستطيع. كل مسكر حرام مباشرة راح تروح على العقل، صح بتيجي في الدين كله، بس أنا عندي هنا إيش؟ طيب الإسكار، نفس، عقل، عرض، ما لا بتيجي على العقل أكثر شيء. إذا إجت على العقل هون بحطها في هذا المكان. طيب الآن هاي المصالح الخمس في مراتب حتى أحقق هاي المصالح، كمان في مراتب حتى أحقق هذه المصالح. هذه المراتب ثلاثة بالترتيب حسب الأولوية والأهمية والحاجة، اللي هي: واحد الضروريات، اثنين الحاجيات، ثلاثة التحسينيات. الضروريات اللي إيش اللي بتقوم في حياة الناس، اللي حياة الناس ما بتقوم إلا فيه. وجودهم متوقف عليها، أو وجود الحاجة هي متوقفة على هذا الأمر، تمام؟ إذا ما كان هذا الأمر موجود خلص تنتفي حياة الناس أو بنتفي هذا الأمر. الحاجيات يعني الإشي اللي بزيد، اللي يعني الحاجيات إذا ما كانت موجودة بوقع الناس في مشقة شوية، مشقة الحاجيات. إذا الناس بحتاجوه مش مشان إنه ضروري، بحتاجوا لأنه بوسع عليهم في الحياة، بخفف عنهم، يعني بيعطيهم فسحة بالحياة زيادة. طب التحسينيات اللي هي الكماليات احنا نسميها التحسينيات، يعني التحسينيات هذه الأخذ بمحاسن العادات،
والمكارم الأخلاق وما يعني الحاجة لا تمس إليه، والحياة بدونها ماشية، لكن وجودها في الحياة إيش بيعمل؟ بهجة وسرور وجمال بضيف عليها. إذا في عندي ثلاث أمور. إذا الضروريات، لو بدنا نيجي الآن على بعض الأمثلة، مثلا الضروريات، مثلا تحريم القتل ضرورة ولا إيه؟ ضرورة. لو أن الله عز وجل أو ما حرم القتل كان الناس تقتل بعضها وتقتل بعضها. طيب تشريع الزواج، تشريع الزواج ضرورة. طيب ضرورة يعني لو أنه ما في زواج ما في نسل، أو الناس بتصير فوضى وبتعم الفوضى بصير عند الناس. إذن طيب خلينا نشوف مثلا التحسينيات أو الحاجيات. مثلا الحاجيات مثل إنسان مسافر بده يصلي، الشرع قال له بتجمع الصلاة وبتصلي، يعني الجمع والقصر. الفطر كمان للمسافر، هذا أيضا إباحة الفطر في رمضان للمسافر، هذا حاجة أنا محتاجها. طيب التحسينيات، يعني التحسينيات إنه ما بتأثرش فيها حياة الناس إذا فقدت، لكن مثل ما قلت لك وجودها يضفي عليها بهجة وجمال. مثل إيش؟ مثل الزينة عند كل مسجد، أنا ألبسش كويس لما أروح الصلاة. طيب لو ما لبستش كويس، اللبس إيش ماله؟ تحسيني إيش يعني؟ بضفي البهجة والسرور عليك. طيب لو ما لبست، لو روحت على الصلاة مثلا بإشي أوضع من الإشي الكويس، بكون صلاتك صحيحة ومش ضرورة لهذه الصلاة. طيب مثلا آداب الأكل والشرب وعدم الإسراف فيهما، أيضا هذا قضية بنسميها تحسينية. بس بدي ألفت نظركم لشغلة مهمة جدا، إنه ما بدنا نربط ما بين الأحكام الشرعية وهي القضايا. إحنا قاعدين نتكلم ضروري للحياة ولا مش للحياة. إذا كان هيك الحياة بتقوم ولا ما بتقوم، تمام، هذا اللي بدنا اياه، فما بنربط بالاحكام. فلذلك الضروريات يعني مثلا الان قلنا تحريم القتل حرام، طيب ايش الزواج؟ مباح مع انه ضروره، اذا ما لها دخل في هسه. بنيجي على التحسينيات تشوفوا شيء، يعني مع ان انا ما بايد هذه الفكره في قضيه انه وضع هذا للطلبه، لكن انا بدي اياه منكم انه نحفظها، يعني حفظ بدون ما نربطها بالاحكام الشرعيه مطلقا، لانه ما لها دخل في الحكم الشرعي، والله هذا حرام وهذا حلال وكذا والى اخره. فلذلك ممكن يكون مباح، ممكن يكون حرام، ممكن يكون واجب، ممكن يكون نفس الشيء، ممكن يكون هون نفس الشيء، يكون هون في شيء واجب تفعله ولو ما فعلته يصير حرام مع انه تحسيني، وفي شيء مباح وفي شيء بكون محرم. طيب خلينا نشوف المقارنه، المقارنه ما بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات. المقارنة ما بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات من حيث بالتقارب أهمية وحاجة الناس إليها وأثرها على الحياة إذا لم تتحقق. إذا ما قدرت أنا أجاوب بسعفك إيش، أروح على التعريفات، بأخذ التعريف وبكتبه جواب، بجاوبه وبطلع إن شاء الله بإذنه صح ماخذ العلامة كاملة. لكن يعني إحنا كل ما أخذنا التفصيل بدقة بكون إني أخذت العلامة كاملة بضمان أكثر. طيب خلينا نشوف من حيث أهمية وحاجة الناس إليها. الضروريات هي ما لا بد منه لقيام حياة الناس، قيام حياة الناس تقوم عليها ويتوقف عليها وجودهم في الدنيا. أما الحاجيات من حيث الأهمية هي ما يحتاج إليه الناس للتوسعة عليهم والتخفيف عنهم مراعاة لأحوالهم وظروفهم. أما التحسينيات هي الأخذ بمحاسن العادات والأخلاق مما لا تمس الحاجة إليها وتقوم الحياة من دونها. طب خلنا نشوف بالنسبة لأثرها من حيث أثرها على الحياة. من حيث أثرها على الحياة، إذا لم تتحقق الضروريات، إذا ما تحققت بتنعدم الحياة أو بختل نظامها أو بتفسد مصالح الناس أو بتعم الفوضى. إذا كل شيء مش كويس لما تحققت الضروريات في حياة الناس. طب الحاجيات بدونها لا تنعدم الحياة، لكن يقع الناس إيش في مشقة وفي حرج. طيب التحسينيات بدونها لا تتأثر حياة الناس، لكن وجودها يجعل الحياة ذات بهجة وجمال. خلينا أوضح يعني بالأمثلة من حياتنا المباحة. مثلا بدي اعطي عن الضروريات، الضرورات مثلا انه يكون عندي لبسه واحده، هالضروره من الضرورات، لبسه واحده اغطي استر بها العوره واتجمل بها، تمام، لان اللباس زينه. طيب لو بدي الحاجيات، مثلا الحاجيات يكون عندي كمان غيار ثاني، لبسه ثانيه، يعني لبستين صار عندي، هي حاجه، تمام. لو انه يعني الضروره تقوم بلبس واحد، كل ما بتوسع بغسله وبرجع بلبسه ما في اي مشكله.
طيب الحاجه بتقوم بلبستين غيارين صار عندي، صرت والله ماشي يعني لو مش موجود الا لبس واحد بصير ايش عندي؟ في مشقه، في مشقه انه والله كل ما بدي يتوسخ الملابس بدي اغسل، لما وضل في البيت لما ينشف بعدين البس واطلع، صار في مشقه. لكن لما تكون عنده لبستين ها صار في شويه توسعه مراعاه لاحوال الناس. التحسينيات انه يكون عندي يعني كثير من الاطقم اللبس، وبعدين تنسيق الوان ما بين اللي بلبسه على راسي، على اللي بلبسه على جسمي، على اللي بلبسه في رجلي، على الشنطة، على كل شيء بكون في تنسيق تحسينيات، انه كل يوم بختار طقم معين بلبسه. هذه التحسينيات وهذه اللي ممكن اني اقدر اوضحها لطلابي الاعزاء. طيب في جدول عندنا بالكتاب مثل ما قلت لكم اسلخوا هذه القضيه، قضيه الحاج ضروريات الحاجيات والتحسينيات عن الحكم الشرعي. مثلا بدنا نجي لحفظ الدين، من الضروريات في حفظ الدين وجوب الصلوات الخمس. طيب حاجه من الحاجيات اباحه الجمع بين الصلوات للمسافر. طيب التحسينيات وجوب الطهاره، طهاره البدن لصحه الصلاه، وجوب طهاره البدن عشان يكون طاهر الانسان لصحه الصلاه، تحسينيه بدنا نحفظها بالطريقه هذه. طيب حفظ النفس، تحريم القتل واضح. طيب الحاجيات، تحريم شتم الاخرين لأنه بوقعهم في حرج ومشقة. طيب التحسينيات، لبس الملابس الساترة الجميلة، إنه يكون لبس إيه ماله جميل، حفظ إن من التحسينيات. طيب طبعا هذا جوزاري، يعني لبس الملابس الساترة الجميلة من أي نوع بتحطه بحطه بالتحسينيات. طيب حفظ العقل، مثلا من ضرورياته تحريم شرب الخمر واضح. الحاجات إباحة التخدير لغايات العلاج، التخدير حرام لكن لغاية العلاج أباح الشرب. طيب ندب، أي التحسينيات، ندب السعي لطلب العلم، ندب السعي لطلب العلم، مع أنه قلنا إيش السعي لطلب العلم ماله الإسلام حث عليه، لكنه تحسين من التحسينيات. طيب خلينا نشوف حفظ النسل أو العرض، شرع تشريع الزواج. طيب هذا الضرورة. طيب الحاجة، تحريم الزواج بين من ينجبون أطفال مصابين بالتلاسيميا. طيب الضروره او تحسيني وجوب غض البصر. حفظ المال، تحريم السرقه ضروره، تحريم الاحتكار حاجه، وجوب التوسط والاعتدال في الانفاق هذا تحسيني. طيب انت الان في قضيه ما بين انه ضروره وحاجه وتحسيني وتصنيف الامثله، ضربه الاحكام الشرعيه في بعضها عندنا، لكن انا بقول لكم انه اسلخوا الاحكام الشرعيه من هذه القضيه، لانه هذا احنا نتكلم عنها انها جاءت ضرورة، جاءت حاجية، جاءت تحسيني من أجل تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية. في سؤال وزاري إجا على مرتين وهي أمثلته، إنه بقول من خلال دراستك لمقاصد الشريعة الإسلامية ومراتبها المرتبطة بحفظ النفس صنف ما يأتي إلى ضروريات أو حاجيات أو تحسينيات. طبعا بجيب لك بن قوسين بكتب لك إياهم الثلاثة هذول وبجيب لك الأمثلة. مثلا الأخذ بآداب الأكل والشرب، إيش هو؟ حكينا عنه مكارم الأخلاق وكذا، إذا هو تحسيني. طيب إباحة الإفطار في رمضان للمريض والمسافر حاجة، هو حاجي. طيب تحريم قتل النفس ضرورة. عدم الإسراف في الطعام والشراب حكينا عنه إيه؟ تحسيني. لبس الملابس الساترة الجميلة حكينا عنه إيه ماله؟ تحسيني أيضا. مشروعية الزواج حكينا عنه ضرورة من الضرورات. إباحة التخدير لغايات العلاج حكينا عنه إيه؟ حاجة من الحاجيات. طيب إجي سؤال كمان وزارة ضع دائرة، الترتيب الصحيح لمصالح الناس حسب الأولوية، جابوهم خربطة كلها أربعة، فبكون عندي حسب لهم الترتيب هذا، اللي هي اللي بتكون عندي حفظ الدين، بعدين النفس، بعدين العقل، بعدين العرض، بعدين المال. ممكن يجيك سؤال مثلا من ضرورات الإسلام الخمس، من مصالح من ضرورات الإسلام الخمس اللي هو حفظ العقل، اذكر المصلحة التي تأتي قبلها والمصلحة التي تأتي بعدها مباشرة، قبلها حفظ النفس، بعدها حفظ العقل. يعني طبعا في من لما قلت لكم الان في احكام ووسائل شرحها الاسلام مثلا حفظ الدين، حفظ النفس كذا، اجى منها اسئله وزاريه انه اذكر مثلا حكما شرعيا او وسيله من الوسائل التي جاء بها الاسلام من اجل الحفاظ على العقل او غيرها من الامور هذه، بتيجي بالطريقه هاي برضه الاسئله. اسال الله سبحانه وتعالى ان اكون قد وفقت في هذا الدرس وايصال هذه المعلومه لافكاركم. فلنعمل يا شباب بدين الله سبحانه وتعالى، ولننظر على انه الاسلام اصلا ما جاء مشان يضرنا، والتعليمات ما جاءت مشان يضرنا بل مشان تحقيق مصالحنا.
مشان تحقيق مصالحنا، واي شيء بكون فرض الاسلام او حرم الاسلام انما من اجل مصلحتنا احنا ومن اجل تمشي حياه الناس بشكل كويس في هذه الحياه. وفقكم الله وسددكم ورفع درجاتكم في الدنيا وفي الاخره.